اهلا وسهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله، اتفضل يا فندم. والله انا النهارده طبعا عندنا في مدينه المحله زي ما حضرتك عارف ان دايما بيرفعوا راس مصر قدام العالم كله طبعا، وعندنا مثال يا فندم عمال شركه مصر وشباب المحله كله ربنا وفقنا الحمد لله، وتم حشد اكثر من 30,000 من عمال شركه مصر وجميع الاهالي شعب المحله، وقدرنا النهارده الحمد لله ان احنا نخرج في مسيره ضخمه جدا ونتوجه لصناديق الاقتراع. المسيره دي بتقول لي 30,000؟ 30,000 يا فندم. اه النهارده اتفضل. 30,000، وانا كنت بعت لسيادتك حتى الفيديوهات عشان حضرتك تشوفها، ودي تعتبر اضخم واكبر مسيره، وكنت انا بقودها انا واستاذ اللواء هشام السعيد محافظ الغربيه. والحمد لله يعني برضو لما دخلنا اول ما رحت وصلت قبل الاستاذ المحافظ بدات اشرح للناس بنود الدستور، لان في ناس طبعا كتير ما عندهاش خلفيه عن البنود. انا شايف حضرتك اهو واقف وعمال تقرا المواد، انا قلتها من شويه. صح، جبت النسخه يا فندم الاصليه وقعدت اشرح فلسفه الماده بتاعت الرئاسه ديت ايه، وفلسفه مدنيه الدوله يعني ايه، مدنيه الدوله يعني لا للارهاب، يعني لا للتيار الديني، استقلال القضاء، خدت بال حضرتك، نسبه تمثيل الفلاحين والكلام ده، وقعدنا نشرح الكلام ده. على فكره الناس لما بيوصل لها الثقافه والوعي بيبقوا مستجيبين كويس جدا. صح، وكانوا متشجعين كويس جدا، وحتى بداوا يسالوني لما انا نزلت لهم تحت وبدات اتكلم معاهم يقولوا لي طب الشركه هتتطور امتى؟ قلت لهم والله ده في توجيه من الاستاذ الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير شركات قطاع الاعمال العام، واول شركات التطوير هي شركه مصر الغاز والنفط وشركه كفر الدوار. الدوله هتصرف في 21 مليار على قطاع الغاز بس. ايوه يا فندم، احنا تطويره الكلام ده بقى بيحبوا يسمعوا الكلام ده من النواب، ويحب يسمع الكلام ده من المحافظ المسؤول. نعم، خليت السيد المحافظ نزل معاه وقعد يتكلم برضه وشرح للناس مدى اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومدى اهتمام القياده السياسيه بهذا الامر. وبرضه سالوني على منطقه 34 فدان اللي موجوده ورا الشركه، بيقولوا ده الشركه باعت الارض، بايع الارض بتاعتها. قلت لهم لا، ده مش بيع، ده حق انتفاع ولوزاره الصناعه ومده محدده. خدت بحضرتك وقلت لهم انا بدعوكم انتم وجميع قرايبكم وجميع ولادكم ان انتوا تنتفعوا من هذه الارض دي، مصانع جاهزه من ضمن المشروعات اللي الاستاذ الرئيس اطلقها على مستوى الجمهوريه. منطقه 34 فدان في مدينه المحله بيدي مشروع صغير يا فندم من 48 متر لحد 300 متر، يقدر يعمل مشروعات صغيره. بيقول لي طب احنا هنجيب الفلوس منين؟ قلت له عندك الصندوق الاجتماعي دكتوره نيفين جامع عامله مجهود كبير وعامله شغل كويس، فايده 5% الضمانات بسيطه، بتقدر ان انت تعمل مشروعك وبيساعدك في تسويقها وبيقدر يعمل مشروعات كويسه. ادينا الامل للناس حقيقي بجد، وردينا على اسئله كتير كويس مغلوطه. خدت بقى حضرتك كل ده بالمايك وبالميكروفون قدام الناس كلها، وكانت يعني مش عايز اقول لحضرتك كان مؤتمر بدون ترتيب بدون تنظيم. والناس قلنا لهم طلعوا يا جماعه اللي عندكم، ايه اللي عندكم؟ عايزين تسالوا على ايه تاني؟ واحنا عمرنا ما هنضحك عليكم وهنقول لكم الصح، وحتى بدليل كلامنا صح ان السيد الرئيس اجتمع عده مرات بوزير قطاع الاعمال والشركه القابضه للغزل والنسيج. خدت بال حضرتك والناس تفائلت جدا جدا جدا، نزلوا كلهم للاقتراع. احنا طبعا النسبه لمروري على كافه اللجان، وطبعا جبنا اتوبيسات عشان نجمع فيها الناس وكده، النسبه تقريبا حوالي 10% على مستوى مدينه المحله. احنا بندعو الناس برضو طبعا بكره ان شاء الله وبعده ان يبقى في كثافه وفي نزول اكتر، وان شاء الله برضو هنكون متواجدين معاهم ونمر بكره وبعد. يا سياده النائب مهم جدا بكره وبعده. ان شاء الله فندم احنا ما بنمشي علشان خاطر مصر وعشان خاطر ان شاء الله نعمل التعديلات الدستوريه سنه 2019، وان شاء الله نحو